مرحبا بكم بنات، فيديو جديد عندي في القناه. عندي ما نقول لك في الصباح. هذا الفيديو هذا غيكون عباره على واحد الاكسسوار، مازال لي اكسسوار ديال الوليدات ديال المدرسه. الو هذا الاكسسوار هذا نقدروا نسميه واحد لا تروس دو بوش بالنسبه للوليدات لي ليسيان اللي كيقراو في ليسي كيبغيو يهزوا غير لي ستيلو هكا. الو هذا الاكسسوار هذا ممكن يجمعوا فيه لي ستيلو ديالهم على هذا الشكل ويتحط في الكارطابل كما كتشوفوا بهذه الغرزه. الو كما اننا نقدروا نستعملوه مثلا النظاظر يستعملوا البنيات او الوليدات النظاظرات ديالهم باش يحتفظوا بهم، او نستعملوه حنايا كاكسسوار اللي نجمعوا فيه لي كروشي ديالنا. الو هذا الاكسسوار هذا هو متعدد الاستعمالات، نقدروا نستعملوه بزاف ديال الحوايج كيف ما كتشوفوا. الو نبداو على بركه الله. الو بالنسبه لهذا الاكسسوار هذا انا خدمته لكم بالصوف باش تعرفوا بان يمكن لينا نخدموه بالصوف او لا خايب الكليب. هذا خدمته بالصوف كيف ما كتشوفوا، وغادي نبدا معكم دابا واحد الاكسسوار اللي غادي نخدمو بخيط الكليم هذا رقيق شويه. الو نبداو على بركه الله. الو كنبداو بواحد العدد ديال السلاسل اللي يكون القياس ديالهم هو 6 سنتيم. واحد جوج ثلاثه، انا خدمت هنايا 6 ديال السنتيم. اش كندير؟ لاحظوا الغرزه كيفاش كتكون. الو حنا كنخلي هاد السلسله، غنجي للسلسله الثانيه كندير حشو اللي تابعها، كندير حشو كنجبدهم بجوج. غنجي ثاني لهاد الاخرى ندير فيها حشو، اللي تابعها ندير فيها حشو وغنجبدهم بجوج. دائما كنخدم في الاخرى اللي خدمت فيها واللي تابعها، فقط غرزه حشو. هذا الموديل كله غادي نطلعوه بهاد الغرزه هادي كتشوفوا. كروشي هنا في الاخرى واللي تابعها نجمعها، نخشي في الاخرى اللي خدمت فيها واللي تابعها ونجبد على هذا الشكل. الو نخشي ثاني في هذه الاخرى واللي تابعها نجبد على هذا الشكل. الو غادي نخدم السطير كامل باش نوريكم في الاخر كيفاش كنخدم. خدمت فيها واللي تابعها دائما الاخرى، هنا وصلت للغرزة الاخرى اصلا. الو هنا كنخدمها تجيني لهاد الشكل. اش غندير دابا؟ كنجي لهاد الغرزة الاخرى وكنعاود نخدم فيها واحد الغرزة ديال الحشو باش كنكمل الغرز ديالي. كنطلع بسلسلة كنقلب الخدمة ديالي، كنجي لأول غرزة كنهزها هكا اللي تابعها جمعوا هكا تابعها جمعهم. نجي الاخرى اللي خدمت اللي تابعها كنجمعهم، الاخرى اللي خدمت اللي تابعها جمعهم. او نطلع دائما كنجي للغرزه الاخرى وكندير فيها واحد حشو باش كنكمل الغرز ديالي. الو هذه هي الغرزه، كنطلع ثاني بسلسله وغنعاود نقلب ثاني الخدمه ديالي ونبدا من الاولى حشو اللي تابعها حشو نجمعهم بجوج. الو غادي نبقى خدامه على هذا الشكل حتى نوصل الطول اللي بغيت. الو الطول اللي بغيت اش كنعني به؟ كنعني به القياس ديال هذه كامله، هاد الجهه وهاد الجهه. الو كنعبر الستيلو ديالي اولا الاكسسوار اللي بغيت نحط سواء كان نظاظر سواء كان كروشيات وكنخدم على الطول ديالها كامله. الو غادي نسالي انا هنايا الطول اللي بغيت وغنرجع لي الطول اللي انا محتاجه ليه هو هذا باش غتكون عندي الاكسسوار ديالي على هاد الشكل. الو نقدر ناخذ ونشوف العبار ديال شنو هما لي زاكسوار بغيت ندير فيه، سواء واش لي كروشي ولا ستيلو، وناخذ العبار اللي عليه غادا نتني. الو بحال هذا
هذا هو الباركي غادي نبني عليه سكيفي غادي يكون عندي على هذا الشكل. الوغ هذا هو الطول اللي راه انا محتاجه ليه. الوغ بعد كنسالي هنايا اخر سطر غادي هاد الفرصه غنخدمها. اش كندير دابا؟ كنجي لهاد البلاصه هادي نيت كندير فيها واحد الحشو وغنشد هاد لابوند هادي غندورها كلها بحشو. لاحظوا البلاصه فين كنخدم الحشو. كل سطر كنخدم راه هذا سطر هي حشو هذا سطر هاي حشو هذا سطر هاي حشو على كل سطر غندير فيه واحد حشو حتى غادي نطور هاد لابوند ديالي كامله باش نوريكم كيفاش غنديروا حتى غادي نجمعوها. كيف ما كتشوفوا هذا تفينا على هاد الشكل. الوغ بالنسبه للقنطه البنات الوغ هنا كندير فرصه واحده كندير ثلاثه ديال الغرزات جوج ثلاثه ديال الحشو بلوتو نوريكم علاش باش كتجينا الخدمه مربعه باش كتجي بهذا الشكل كتجيش بومبي كتجي هكا واقفه ومربع. انا غادي نكمل كما كتشوفوا يلاه في الميسيون كيفاش كتجي في الجنب كما كتشوفوا انا ساليت لابوند ديالي في لافينيسيون ديالها كما كتشوفوا هي هادي. الو غادي نبنيها على هذا القياس اللي غادي يجيني فيها يا اما ستيلويات يا اما لي كروش. الو غادي تكون لافينيسيون ديالها على هذا الشكل. اش كندير دابا؟ الو كنجي كنبنيها كنجي لهاد البلاصه هادي من هنا. لاحظوا من كنبدا من هنا كنشد حشو مع حشو على هاد الشكل كنجيب الخيط كنبدا نشد حشو مع حشو حشو من هنا مع حشو من هنا وهذا نسدها على هذا الشكل. الو كيف ما كتشوفوا الو الغرزه من هنا مع الغرزه اللي اونفاس ليها حاولوا ما تصيروش يديكم باش تعطيكم واحد لافينيسيون زوينه من هنا من هنا. الو غادي ندور بها كامله على هذا الشكل وغادي نخدم حتى لهنا باش نوريكم شنو غادي ندير. البنات راه كما كتشوفوا ها هي هذا الشيء ها هي ساليتها. الوقت اللي كنجي لهنا هنا ما كنديرش حشو كندير فقط ارز منزلقه هنا كامل كندير ارز منزلقه باش كنوصل القنت كندير كندوبل الغرزات باش يجيني القنت واقف الاولى الثانيه الثالثه ندور معاه هنا باش غادي نخدم هذاك الكروشي باش كنشد الصدافه هادي خدمتها هنا غيك هنا كيخصني نجي الوسط نحسب الوسط باش ندير السريفه. الوغ شحال عندي هنايا من غرزه؟ وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه سته وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه. اذا هاد السته هي اللي غادي تكون الوسط. اذا اش غندير؟ واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه ندير سته ديال الغرزات ونجي من الحشو ديالي وغادي نكمل الحشو ديالي. كتجي هاكاش كتجي مفينيه كيجيو هاد الجنيبات واقفين وانا غادي نلصق الصدافه. الوغ غادي نكمل هادي كامله حتى لهنا باش نوريكم النتيجه النهائيه.
الشكل النهائي ديال الاكسسوار ديالنا كما كتشوفوا. بحال هذا درنا فيه ستيلويات، هذا غندير فيه ان شاء الله لي كروشي ديالنا مع المقيس حتى هو. نتمنى الله ان هاد الاكسسوار يعجبكم، تصاوبوه للبنيات ولا تصاوبوه فيكم، وفرجة ممتعة. والى الفيديو المقبل ان شاء الله، ما تنساوناش البنات من لي جيم لي لايك لي بارطاج ومن لي كومونتير زوينين ديالكم، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم.